السلام عليكم ورحمة الله. هلا شباب، شو أخباركم؟ علوم إن شاء الله. يلا بالسلامة، ما شاء الله ما شاء الله. ما حتى اليوم أخبار عن الدرجات، اوريدي رصدت بس في غلط في السؤال، ورفعت أنا الكوردينيتر، قاعد أنتظر بس يعني وش فينا توجيه يعني من صالحكم، فإن شاء الله بإذن الله يعني حد أقصى اليوم إن شاء الله. لا أنا أقول غلط هم يقولون صح، فإن شاء الله يجيب الخير. طيب أمتنا إن شاء الله بإذن الله واحد أحد عن البروجكت كواليتي مانجمنت وهاو تو مينتين الكواليتي ليفل على مستوى المشروع. راح نعطي البروجكت كواليتي مانجمنت اوفر اول، البلاننج، المانجنج اند كنترولينج، التولز اند تكنيكس فور كنترول والمودرن كواليتي مانجمنت امبروفينج اي تي بروجكتس كواليتي. This is the meaning and importance of quality management. Project quality management guarantees that the project will satisfy needs for which it was taken. يعني for. وش ال processes حقتها؟ ال planning quality management، ال managing quality، ال controlling quality. يعني في ثلاثة: planning و managing و controlling. زي السؤال اللي جاكم term، وش البروسيسز حقت الانتجريشن؟ وفي ناس ما كتبتها صح يعني ما ادري ليش. هذه هي البروسيسز اللي هي وش البروسيسز اللي تتقاطع بين بلاننج وكواليتي مانجنج وكنترولينج. طبعا هنا مانجنج اللي ترانسليت ذا كواليتي مانجمنت بلان انتو اكسكيوتبل كواليتي اكزيكتيفز اكتيفيتي سوري. Controlling qualities monitor specific projects results to ensure that they are correct. The planning is the first step to ensure project quality. أحط بلان أمشي على هذا. في modern quality management you select the proper material, training, introductory people in quality. A planning a process that ensures the appropriate outcome. يعني منه فقط اللي هو تخطيط. Planning quality management. في شيء عندنا اسمه design of experiments is one such technique that is used to identify which variable have the most influence on the overall outcome of the process. أشوف وش الفاريبل اللي له تأثير قوي واشتغل عليه بحيث انه احاول to maintain it very well وانه to come up with the right answer. Quality planning for projects involves the description key factors that directly contribute to meeting the customer's requirements. في الاخير have to meet customer requirements ورفع مستوى satisfaction حق الكاستمر. Quality affecting scope aspects of IT projects من ناحية الـ functionality, the degree in which system performs its intended function, perform address how well a product service accomplishes the customer's intended use. في عندك الـ maintainability refers to the ease of performing maintenance on a project. هذه بس أشياء يجب نحفظها. الفانكشناليتي، الريلايبيليتي، المينتينابيليتي،
الـ reliability the ability of product or service to demonstrate expected performance. reliability دائما مرتبطه بالبرفورمانس. المينتينابيلتي مرتبطه بالبرفورمانس حق المانجمنت المينتننس. اوكي الفانكشناليتي ذا ديجري انه كيف فانكشنينج يعني كيف قاعد يشتغل. اوكي the term quality assurance refers to describe عن في كلمة quality assurance quality control مشهورة مرة عند الجماعة quality الجماعة كين الكواليتي واللي فاهمين الكواليتي هم they know exactly what does it mean. فهي describes all activities associated with the satisfaction of event quality standards for a project. يعني أنا I have to meet certain standards ISO وغيرها أساس يقول والله أنا والله يعني صراحة وصلت إلى quality level عالية فهذا assurance وأنا make sure assure you والله الكواليتي صح. طب أشوريو بناء على وات؟ بناء على ستاندرد معين I have to benchmark my work against it وأشوف كيف. مثلا عندك مستشفى الملك فيصل التخصصي for example ومستشفى الملك خالد الجامعي مطبقين الآيزو وحصل الشهادات ومبسوطين في الكواليتي. فالكواليتي جو يطالعون وش الأكتيفيتيز يسوون عليها زي الأوديتينج يتأكدون أن الورك ستايل الورك ستايل الاتندنس هذا ميت سيرتن ليفل هم قص بطريقه معينه لها كي بي ايز معينه وانت يو هاف تو ميت ذيس كي بي ايز. مانجينج كواليتي انكلود اول اوف ذا كواليتي اشورنس اكتيفيتيز بلس برودكت ديزاين اند برودكت امبروفمنتس ذا كواليتي مانجمنت بلان بروجكت دوكيومنتس اند اورجانيزيشن بروسيس اسيتس ار امبورتنت انبوتس فور مانجينج كواليتي. Managing the quality, أحياناً you have to benchmark. Benchmark يعني you compare specific project practices or product characteristics to those of other projects. أشوف هذا والله طلع عندي product أبى أشوفه أبى أشوف مثلاً أدائي أنا مقارنة بأداء الدول الأخرى السعودية على مستوى الدولي على مستوى الوطني على مستوى الorganization الorganizations اللي زي وش قاعدة تسوي etc. هنا على مستوى project فهو project هذا. The quality audit refers to structured review of specific quality management activities that help to identify lessons learned that could improve performance for current or future or future projects. Controlling the quality. فاهمين موضوع controlling إذا فيه يعني تغييرات أو شيء معينة. Key outcomes of quality control process. طلعنا من assurance of quality control. قلنا لكم assurance almost في planning أو في يعني نفسه performing. هنا بدي أشوف في حالة إن حصل شيء تغييرات معينة. Acceptance decision whether the product or service are produced. A reward who refers to the activity bringing or rejecting items back. into compliance with the product requirements specifications. يعني يكون في عندي روبريك معينة I compare بينها وبين العمل اللي صار. Process adjustment وهو هي التعديلات for further quality problems. Enhancement مو شرط adjustments أحيانا enhancements. Tools for and techniques for quality control. عندي مثلا 7 basic tools. في عندي ال cause and effect diagrams. في الكنترول تشارتس في التشيك شيت في سكاتر ديجرام في الهيستوغرام البريتو تشارت والفلو تشارت الكوز اند افكت ديجرام اولسو نون از فيش بون ايشيكاوا وهذه راح اشرح لكم اياها اكثر بعده هي مبنيه على الفينومين اللي عندي المرتبطه بالنظام والايشوز اللي ممكن تاثر عليها اوكي مثلا اقول لك training user did not reset password user did not check box اللي هو save password user keeps same password فانت هنا you have to train him word انه يبدا يشتغل هذا الهاردوير not enough memory الايشوز اللي ممكن تاثر على خط سير العمل
الثاني في عندي اللي هو الكنترول شارت. يقول لك when a process is in control, any variations in the process results are produced by random events. أو في out of control events, في in control processes, وفي out of control events اللي قد مثلا خارج هذا. وهذه هنا lower control, وهنا higher, upper control limit, وهنا المين اللي هو وسط فوق وتحت. اوكي, في عندنا التشيك شيت, وهي تشيك شيت اور تشيك ليست. هذه يعني تعرف يوم تجي تسوي راندوم تشيك على اكثر هذا, وتسجل كم عدد المرات اللي سويت فيها هذا, والسيستم كومبلاي ولا ولا اخره. Scatter diagram is used to highlight if there is a relationship between two variables. Okay, شوف كيف هذا هو. في عندي الهيستوغرام اللي هو هذا, هذا واضح البار تشارت هذا. Okay, في عندنا البريتو اللي هو جاي بين الاثنين, اللي هو first the variables in the histogram are ordered by the occurrence frequency, وبعدين في bars bar chart. في عندنا من التولز والتكنيكس الفلو chart, هذه الفلو chart معروفة, دي مرت عليكم صح ولا؟ في عندي run charts, هذه وهي أكثر من event تصير او اكثر من ديفكت يصير, فبالتالي يظهر البرفورمانس على النظام والنم بيز اون نمبر اوف ديفكتس على على مستوى الشهور, كم مره تعطل, كم مره وقف, كم مره هذا. Members of project team who works on the quality control must have solid understanding of statistical sampling, اللي هو how to sample, يعني كيف اقدر احسب A sample formula 0.25 certainty factor على the acceptable error squared. Commonly used certainty factor, the acceptable error is associated with desired certainty and is calculated using formula اللي هو percent of certainty على 100. السيكس سيجما تعتبر احد التكنيكس, وهي كومبريسيف اند فليكسيبل سيستم فور اتشيفينج سستينينج اند ماكسمايزينج بزنس سكسس, يعني بقدر الامكان ما يكون عندي اي غلط اي مشكله. السيكس سيجما از يوزلي دريفن باي كلوز اندرستاندينج اوف كاستمر نيدز ديسيبلين يوز اوف فاكتس داتا ستاتستيكال اناليسيس ديليجنت اتنشن تو مانجينج امبروفينج اند reinventing business processes. يعني ابطر عدل, يعني مثلا اقول لك شيء من تحقيق 6 سيجما جو يطالعون الصف عند البوردينج ليش ده بصير زحمه بصير اخطاء وهذا, وان يسوون بوردينج بشكل سريع لا قدر الله تاخرت الطياره غالبا والبوردنج يطول, قد ما يقدرون يحاولون يطالعون في البروسيس اللي جرى من اوله لاخره ويحاولون يسووا له ري انهانسنج اجين على اساس ادخل في موضوع ايرور او مشكله او تاخير او تعطيل والى اخره. 6 ثريشولد فور كواليتي اللي هو 3.4 ديفكتس ايرورز. 6 سيجما برنسبل كان بي ابلايد تو ا فيرايتي بروسيس انكلودينج ديزاين اند برودكشن. DMAIC is a semantic, systematic, sorry, closed loop process for scientific and fast based continuous improvement. DMI define, measure, analyze, improve, and then control.
Okay. Tools and techniques for quality, and then testing needs to be done almost during every phase of the system development cycle. A specific work related to testing, unit testing, على مستوى unit, وفي testing على مستوى integration إذا ربط شيئين بعض, وفي testing على مستوى system بالكامل, وفي testing على مستوى user acceptance لهذا system ده. هل هم متقبلين أو لا؟ هذا testing process. Modern quality management requires customer satisfaction. يا أخي يعني تبي ترفع quality معناها أن الكاستمر لازم يكون مبسوط. Prevention to inspection. Recognize management responsibility for quality. إن يحاولون يرفعوا الكواليتي بقدر الإمكان. Improving IT product quality في strong leadership. الآن نبدأ ندخل وش السكيلز اللي تحتاجها اللي هو to raise the quality. عندك strong leadership. You have to understand the core of the quality. Provide a good workplace to improve quality. Works for improvement of the organization overall maturity level in software development. Lack of leadership راح يأثر كثير على موضوع الكواليتي لأن ما في شخص يتبنى موضوع اللي هو enhance الكواليتي assurance quality control داخل الorganization أو over the project إذا كانت leadership أو القيادة يعني أنا فيها commitment فيها. The cost of quality equal to the cost of conformance plus the cost of non-conformance. Which of conformance compared to the delivery of products which meet requirements and fitness for use. Well, cost of non-conformance means accepting responsibility of failures. يعني هذا فيها success وثاني failure. أو fitness أو ready to work وذاك لا. عشان نقدر نفرق بينهم. Improving product quality, preventation cost, appraisal cost, and internal failure cost. هذه كل شيء لها cost معين. المجر مثلاً تسكو. مثلاً إذا تقول مثلاً the internal failure cost refer to the cost اللي هو incurred to correct and identify defect before the product received by the customer. لازم بين الكوست هذه. دي ماركو conducted study identifying organizational issues had much greater influence on programmer productivity compared to technical environment. هذه دراسة ما نقول فيها. Managing stakeholders expectations. يجب أن overall اللي قاعدين يعملون على المشروع من إدارة عليا إلى مدراء مشاريع إلى مدراء برامج إلى الستاف اللي شغالين engineers programmers etc. لابد أن يكون يعني لهم expectation معينة يعني in order to improve quality you have to manage the expectation حق المجموعة بالكامل. Expectations may vary depending on organization culture and geographic region. ليش قلنا culture؟ لأن الكلتشر هي ثقافة المنظومة أو الثقافة اللي يعمل فيها المشروع يجب أن يكون عندهم نوع من أو الحس لرفع الكواليتي. Meeting expectations, meeting requirements. متى تحس إذا رأيت السعادة في وجه الستيكهولدرز واللي يقولوا لك والله يا أخي إحنا مبسوطين وفعلا ساعدتنا لحل المشكلة. It's crucial to know these expectation and manage properly ولا manage them properly. Maturity model provides a framework that can be used to improve processes and system. Maturity models اللي هو أقوى موديل الواحد he can compare with عشان يقدر يعرف الواحد when I started to compare
او اسوي انالوجي براكتس، اي نو اكزاكتلي ان انا وصلت الى مرحله اي كان ريلي اندر ذات. ماتوريتي مودلز يوزلي هاف 5 ليفلز in which the first level describe characteristics of the least organized or mature organization. Three popular maturity models, software quality function deployment, SQFD model, the capability maturity model integration, CMMI, وفي project management maturity model, the PMMM. PMMM CMMI complete, performed, managed, defined, quantitatively managed, optimizing. Project Management Maturity Model OPM3 was released by PMI. طبعا هنا قاعدين يسوقون موضوع PMI. Processes in project management as a summary. You plan the quality, manage the quality, and control the quality. فهنا quality control وهنا في managing the quality أو working over the quality في execution. هذا assurance أربطها بالstandard والplans. عدا بعض plans اللي أبغاها. واضح يا شباب؟ أي سؤال في أي استفسار؟